السعودية والإمارات والأردن يقصفون المسلمين، هكذا أطلقت دواعش هاشتاغهم المسيء للدول العربية في أول مواجهة حقيقية ضدهم في محاولة لاستجداء التعاطف كالمعتاد باستخدام عبارة يقصفون المسلمين. فتوالت تعليقات المغردين الذين اعتبروا أن الهاشتاغ يعكس ضعف وهشاشة هذا التنظيم الذي طالما ادعى القوة متسلحاً بالوحشية، لينشط من جديد هاشتاغ بعنوان نهاية داعش. السعودية والإمارات والأردن يقصفون المسلمين. معليش، هذا الهاشتاغ مفروض يكون داعش تقتل المسلمين وتذبحهم كالبهائم. فتن متلاطمة سموا القتال فيها جهاد، ولم يعلموا أن الجهاد الحقيقي في الفتن هو اجتنابها ولزوم البيوت وكثرة العبادة واتخاذ سيف من خشب. نهاية داعش. وفي السعودية عشرات الهاشتاغات الاحتفالية باليوم الوطني السعودي ونصائح في حب الوطن عبر هاشتاغ بعنوان ليس من الوطنية أن، متداولين خلاله أهم الإرشادات محذرين من بعض العادات الاحتفالية التي قد تؤدي لسلبيات كالقيادة السريعة وغيرها. وإلى هاشتاغ جديد بعنوان لأني ناشط حقوقي مستبدلا القاف بالكاف، يسخر من اعتقاد البعض بأن دوره كناشط حقوقي يتلخص في التهكم على الوطن والاعتراض على كل القائمين عليه. وأخيراً وسخرية عربية من إعلان للموساد انتشر عبر مواقع التواصل يكشف عن فرص شاغرة للعرب للانضمام إلى منظمة المخابرات الإسرائيلية، الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار. الموساد الإسرائيلي يفتح باب التقدم لوظيفة الجاسوس، أعوذ بالله، كم الراتب يا أحبتي؟ وهل فيه بدل سكن؟ طالما هناك خونة مثل الإخوان وغيرهم حيلاقوا كتير قوي ومن غير إعلان كمان. يا حرام، عندهم نقص في عملائهم اللي ترصدوا واللي اتفضحوا. عايزهم أدبي ولا علمي؟ ولكن كان لافتاً أن هاشتاغ بعنوان الموساد الإسرائيلي يفتح باب التقدم لوظيفة الجاسوس لم يلقى التفاعل المتوقع بالرغم من وقاحة الدعوة العامة، ربما لأن التجاهل قد يكون الرد الأقوى، أو ربما لأن داعش كرست في عقول العرب حروباً طائفية ضيقة. اقتلوا الشيعة لأنهم مشركين، اقتلوا السنة لأنهم مرتدين، اقتلوا بقية خلق الله لأنهم كفار، أنتم الفرقة الناجية، هنيئاً لكم حور العين.